الداخلية والجماعات المحلية. لأخذ صورة تذكارية جماعية. إن هذه المبادرة الحميدة تأتي بالتزامن واللمسات الأخيرة للتحذيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2023-2024 الذي تفصل عنه أيام معدودات، وهو الذي يشكل إحدى الأولويات الراهنة للسلطات العمومية التي ترفع تحدي التحسين المتواصل لظروف التمدرس والتحصيل الدراسي. للإشارة، فإن الدخول المدرسي المقبل سيعرف تسخير حوالي 18555 حافلة من طرف البلديات، منها 11383 حافلة من حظيرة البلديات و7172 حافلة مؤجرة في إطار اتفاقيات مع متعاملي النقل الخواص وقصد نقل التلاميذ. نحن جد سعداء بهذا العملية، وراح تكون عمليات أخرى كذلك بالنسبة لسوناتراك لتوفير كل اللوازم للدخول المدرسي كذلك. فسوناتراك دائما كما تعلمون وكما عهدناها شركة مواطنة تقوم بأعمال دائما لتوفير ومساعدة الجماعات المحلية. المدرسة ليست شأن التربية لوحدها، لكن هي شأن الجميع وشأن الأمة وشأن الوطن، وبالتالي فالكل يساهم في بناء هذه المدرسة إن من داخلها أو من خارجها.